قم بشراء أجمل الملابس الرياضية من موقعنا واحصل على خصم 5%. أجمل القمصان بأقل الأسعار وبجودة عالية لا يمكن أن تجدها في متجر آخر. رابط الموقع وكود الخصم في صندوق الوصف. اعزائي اهلا بيكم في حلقه جديده. كالعاده برضه قبل اي حاجه بشكركم على الدعم المتواصل للقناه، شاكرين والله يا شباب. طبعا يا معلم، منتخب المغرب كان بيلعب النهارده مع الاردن وكسبوا برضه 4-0. يعني بسم الله ما شاء الله، منتخب المغرب من بدايه المجموعات عمال يكسب في اربعات. يعني مش عارف اقول لك ايه، بالك بقى ده يا معلم المنتخب المحلي بتاعهم، امال بقى يا معلم النجوم المحترفين بره لما يرجعوا هيعملوا ايه؟ يعني شكلنا كده واقفين قدام منتخب تقريبا هو من اقوى المنتخبات الافريقيه حاليا، مع منتخب الجزائر والسنغال ونيجيريا. ويعني برضه الحمد لله منتخب مصر النهارده كسب 5-0. يعني بقالنا زمن كتير قوي يا جدعان ما بنكسبش الارقام دي. واه احنا هنلعب، كنا بنلعب السودان يعني، بس يعني الحمد لله مبسوطين والله العظيم، كتر خير الدنيا يعني. فعلا يا معلم خلينا نشوف منتخب المغرب عمل ايه قدام الاردن. بس طبعا بقى قبل ما نبدا ما تنسوش تعمل لايك، يعني يا شباب عايزين بس نوصل الفيديو ده لحد 2000 لايك. وطبعا يا معلم ما تنسوش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد. يلا بينا يا معلم. يلا يا عم. المغرب والاردن، وليد الكارتي واشرف بن شرقي، في برضه نجوم وليد ازارو برضه تقريبا وبدر بنون. اسود الاطلس، وليد ازارو، بدر بنون، اسماعيل الحداد. الحداد يا جماعه لعيب محترم بصراحه، يعني اللاعبين اللي انا بحبهم. طبعا بقى معايا من لما دخلت الفيديو تنسى تعمل لايك دلوقتي حالا، سبسكرايب شير، روع عليا يعني. ان شاء الله تشوف برده منتوشه كتير جايه، يعني كاس العرب، بعدين بقى كاس امم افريقيا، بعدين كاس عالم. فبنعمل برده رياكت على لاعبين يعني هتعجبك، ما تقلقش. السد احمد علي، احمد بن علي. طبعا برضه مش هنتكلم على تنظيم وحضور يا جماعه بتاع كاس العرب في قطر. بدر بنون، السلطان بدر بنون. ازارو الحداد، بن شرقي. هوب 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 هوب، من اولها فين زار هنا؟ من اولها فين زار؟ يا عيني يا عيني يا عيني. بن شرقي، بن شرقي، يا بوب 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 بوب. لا لا لا، من اولها من اولها. لسه منسخن، لسه منسخن 1-0، لسه منسخن 1-0. مين اللي جابه ده؟ حسين عموته، حسين عموته جول. اوعى بدر، اوعى بنون، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا يعني مش هينفع. الحداد، بدر عاقل يا جدعان، بدر بنون عاقل. اوف سايد، الدفاع والكره ترجع مره اخرى، كره للفات تماس، عرضيه بالراس خطيره في منطقه الجزاء الاردن. لازم يرد باله من نادي بن شرقي، بن شرقي يا اشرف، فوق يا اشرف، فوق يا جدع. عبد الله ابو ليلى المتالق، عبد الله حفيدي، اسماعيل حداد، اسماعيل حداد، حداد. اوب 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 اوب. يا بن شرقي، بن شرقي ده، بن شرقي حطها فوق يا جدع، بليسنج فوق، بليسنج. يعني المنتخب المغربي حتى الان بيهاجم بس. اوب 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 اوب. ازارو، ازارو بدر، ازارو بدر بنون، ازارو بدر. لاعبين الاهلي سابقين، لاعبين الاهلي يا جماعه، يعني بدر في الاهلي حاليا، ازارو في الاهلي سابقا. بدر السلطان، بدر بنون، بنون بنون بنون. في مزيكا، تيجي طاقه، تيجي طاقه مغربيه يا جماعه، في مزيكا بجد. الملعب فيه حماس. الحداد وليد، لا بعيده. لا لا لا، بتهزر بتهزر بتهزر.
انت عجون يا جدع، ليه كعب رجلك؟ اوه فين انت حماد؟ فين انت حماد؟ والحداد والحداد يا اسماعيل يا حداد. اوه لا 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 صعب. صاروخ صاروخ يا اسماعيل يا حداد، يا اسماعيل يا حداد. بوم 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 بوم. حفيدي نهيري، يا ريت انا جاب الشوطه الماتش اللي فات. ها يا ساتر يا ساتر. حدادي يا حدادي. اوف 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 اوف. في طرد هنا، في طرد هنا. فين تحمات يا جماعه جامده؟ اوبا اوبا. لا 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 يا جدع يا جدع. لا يا جدع يا جدع، حرام عليك يا جدع. يا حداد لا لا بعيد ملهاش. وفي خطا ضد النهيري بن شرقي. اشرف اشرف شوت 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 شوت. لا 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 مستحيل 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 مستحيل. الجول ده الجول ده. لا 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 ايه ده؟ صاروخ صاروخ صاروخ. لا لا مستحيل مستحيل مستحيل. ايه ده؟ ايه الجون ده؟ ايه الجون ده؟ لا لا جون عالمي عالمي عالمي. فيرست تايم عالمي، فيرست تايم عالمي يا جدعان. جون عالمي ده. في شوية اجوان يا جدعان في كأس العرب تاريخية، شوية اجوان عالمية بجد، شوية اجوان عالمية يا جدعان. اوب اوب اوب. يا انيس يا انيس يا انيس يا سليت يا انيس، بتعمل ايه يا انيس؟ وليد وليد ازارو، بتعمل ايه ازارو؟ ازارو ما بيجيبش اجوان يا جدعان للعلم يعني. ها يعني انا كنت بشجع الاهلي ما كانش بيجيب اجوان، يجيبهم بالعافيه. بص هنا ازارو بيعمل ايه؟ اوه اوه يا حفيدي. ضرب الجزاء الحق، ضرب الجزاء. سفيان سفيان رحيمي يا جماعه، سفيان رحيمي لعيب محترم يا جدعان بجد، لعيب محترم والله العظيم يعني. ايه ده مين ده؟ ايه ده يا عم مين ده؟ يعني انا يا جدعان برضه مش عارف الناس اللي طلعناها في اخر الفيديوهات دي ايه يعني. بس يعني شكرا كتر خير منهم عملوا فيديو يعني. يعني بس بقى معلم كاتب الحلقه خلصت. لو فيديو عاجبك طبعا ما تنساش تعمل لايك، تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.